ننتقل لما يقدمونه أيضا لكم من تغطية متواصلة ومستمرة من مستشفى منى الزميل عبد الله آل دليم. عبد الله مساك الله بالخير، الكلمة والميكروفون لك. كيف هي الأوضاع؟ ماذا ترصد؟ كيف هي أوضاع الحجيج في هذا المكان؟ مساك الله بالخير زميلي، ومساء الخير على كل المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا بكم منا في يوم التروية، والحمد لله اليوم الحالة الصحية مستقرة والله الحمد بوجود وزارة الصحة وطواقمها وأيضا مستشفياتها واستعداداتها المبكرة التي كانت على قدم وساق منذ أشهر. في هذه اللحظات الحالة مستقرة، الأجواء هادئة، الأجواء والله الحمد أيضا مكتسبة بهواء منعش وبارد قليلا، ليست كأجواء الصباح إنما أجواء هادئة ومستقرة. للحديث أكثر عن الصحة وأيضا استعداداتها المبكرة وأيضا الإمدادات وأيضا استعداداتها، اليوم عرفة، يوم غد يوم التاسع، معي في هذه اللحظات سعادة المهندس مرعي القحطاني وهو وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد. مرحبا بكم سعادة المهندس، سعيدين بتواجدك في هذه اللحظات. نبدأ باستعداداتكم في مستشفيات ميناء، كيف هي الاستعدادات؟ أيضا استعداداتكم في أهم مناطقكم الميدانية وأيضا المستشفيات العامة. ولله الحمد أكملت وزارة الصحة اليوم خدماتها الصحية المقدمة لحجاج وضيوف بيت الرحمن. الأمور ولله الحمد مستقرة، جهزت جميع مستشفياتنا ومراكزنا الصحية بما يحتاجه الحجيج من أدوية ومستلزمات طبية ومحاليل مخبرية على أكمل وجه. ولله الحمد الوضع جدا مستقر، قدمت الخدمات على أكمل وجه وكما هي عادتها وزارة الصحة في كل سنة في تقديمها لحجاج وضيوف بيت الرحمن. نتكلم عن الإمداد، أهم الأشياء التي هي في الإمداد واستعداداتكم فيها. طبعا احنا جهزنا أكثر من 170 منشأة صحية، 32 منها 32 مستشفى، 140 مركز صحي، وكذلك 12 مراكز طوارئ. تم تجهيز 190 سيارة إسعاف، جميعها جهزت بالأدوية والمستلزمات الطبية وكذلك المحاليل المخبرية. الأمور ولله الحمد مستقرة، جهزت طبعا عملنا سابق لنا أشهر وإحنا نجهز في هذه المستشفيات والمراكز الصحية. من الليلة وغدا بإذن الله عرفات أكملنا تجهيزها ولله الحمد، جميع المستشفيات الميدانية كذلك أصبحت جاهزة لاستقبال المرضى أو الحجاج في حالة حاجتهم لأي خدمة صحية تقدم لهم بإذن الله في يوم عرفة. سعادة المهندس نشوفكم في وسائل جديدة نقل، توي سولف أنا وياك عن وسيلة سكوتر، كيف هو التحديث معكم في هذه الوسيلة؟ والله احنا السنة يعني استخدمنا سكوترز لنقل الأدوية بين المراكز الصحية في حال الحاجة. طبعا في شناط مجهزة مبردة يضع الأدوية فيها وتنقل بشكل سريع جدا من مستودعاتنا في عرفة. طبعا عندنا مستودعين رئيسية كبيرة في مستودع عرفات وكذلك منى، التنقل منها بيكون بشكل أسهل وأسرع للمراكز والمستشفيات. التركيز في عرفة على مستشفى جبل الرحمة أو يكون على الجميع؟ على الجميع، عندنا 4 مستشفيات في جبل الرحمة، 3 مستشفيات كذلك إضافة 3 مستشفيات ميدانية، عندنا حوالي 46 مركز صحي، جميع عندنا عربات متنقلة لخدمة الحجيج في أي وقت. سعادة المهندس مرعي القحطاني وهو وكيل وزارة الصحة المساعد للإمداد، شكرا جزيلا لك ولوقتك الثمين. الله يحفظكم، شكرا، ودعوينا إن شاء الله بحج آمن وصحي لحجاج وضيوف بيت الرحمن. عندك اجتماع سعادة المهندس ومؤخرين. شكرا لكم، تحت أمركم. شكرا شكرا. إذا كما تابعت زميلي وتابع السادة المشاهدين، هذه جوانب من وزارة الصحة والإمداد. هذه أيضا لقطة سريعة من الزميل عبد الله الحميدي لهذه الساحة أمام مستشفى منى وحجيج بيت الله الحرام، وهم في منى يقضون المبيت في ليلتهم، ليلة عرفة ويوم التروية اليوم الثامن. هذا ما كان لدي زميلي والسادة المشاهدين، والكلمة لك.